ثلاثة حطوا مشروع الترسيم على السكة، بعيدا عن التنازلات، بعيدا عن التطبيع، بعيدا عن وجعة الراس، بتحسوا لبنان بهالاتفاق معزز مكرم قوي بيركع أكبر راس. موقف واحد موحد عكس العدو المتخبط والمنقسم بصراع نتنياهو ولبيد. نتنياهو مشترك ستر مستر على الرئيس المنافس وقال له لقد استسلمت لتهديدات نصر الله بشكل مخجل، والتاني فتح الحنفية وقال له مقهور؟ مقهور انك ما وصلت لهالاتفاق وبس انت انضميت لدعاية نصر الله. شوفوا تصريحات اللي عنا بس، عظمة على عظمة. قالوا له قمحة ولا شعيرة؟ قال لهم قمحة ان شاء الله، وقمحة ونص. أحلى قمحة لما استلم رئيس العهد القوي الرسالة الخطية على إيد السفيرة الأمريكية ونشر الصورة المشهورة، نشوة الانتصار للماكسيموم. الرئيس ما تزحزح من محله، هي اللي اضطرت تتحرك لتسلموا الرسالة، كسرت جبروت الأمريكان وهزات تجبر الكيان. يا أقوى رئيس للبنان، هيدا هو الانتصار الإلهي الثالث. تخيلوا حجم قوته يلي اكتشفناها، خاصة بعد ما سلم المكلف بأمورنا جميعا هيدا الموضوع للدولة. شوفوا اللي بيناسبكم يا جماعة واعملوه، المهم هلأ تكون إيران بخير، لأن لولا وجود إيران شو كان صار بفلسطين ولبنان مع داعش والربيع العربي. مش بس هو مهتم بإيران، في فارس السعيد كمان يلي عم يناقش تداعيات ثورة المرأة في طهران لاتخاذ القرار المناسب. القرار المناسب بشو عزيزي؟ شو خاصنا نحنا؟ دقوا على الخشب. النواب شاركوا بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية واجتمعوا الأصحاب والأعداء وصاروا أحباب. هالجلسات لازم يكون عنوانها تعلموا معنا كيف نطير التوافق بدقائق، وانعرضت أحلى مسرحية هزلية. لك شو عامل لي قهوة هون انتو؟ جو هيك يلا دولة الرئيس. صراحة كنا ناطرين نواب التغيير يطلعوا باسم موحد، طلعوا لي باسم شخصية ما بنعرف عنها حتى اسمها. والمفارقة انه جعجع شايف انه ما في نوى ليصير رئيس فانضم لصفوف المعارضة وعم يعمل جهد كبير لتوحيد صفوفه. الله ياخد بيدك انت جبران، والله ياخد بيدكم كلكم لتدمروا البلد ومؤسساته اكتر واكتر، مثل المدارس يلي منا ضل مسكر لان الاهالي ما معهم مصاري يسجلوا ويشتروا كتب وقرطاسية، وصاروا الطلاب شمعة تحترق من اجل بقائهم بالسلطة. عموما خلينا نتفائل شوي بكلام وزاري انه الحكومة رح تتشكل الاسبوع المقبل اذا ما صار مفاجأة، وخلينا نتفائل أكثر أنه في أيام معدودة بتفصلنا عن مغادرة ملك الزمان والمكان للقصر كمان إذا ما صار مفاجأة، والله يبعد الضربات. عن جد عشنا ويا ما شفنا.